وفي ظل الأوضاع الأمنية السيئة لا تزال أبواب الكثير من البنوك والمصارف مغلقة جراء المخاوف جراء اتساع ظاهرة السطو المسلح على البنوك ومحلات الصرافة في الآونة الأخيرة. القطاع المصرفي إنه من بعيد ويطلب الحماية، فالأوضاع السياسية والاضطرابات الأمنية أثرت عليه سلبا نتيجة ما يتعرض له من نهب وتقطعات تسببت في إغلاق بعض القطاعات وبالتالي توقف الحركة التجارية والمصرفية. حوالي 7 مكاتب بريدية تعرضت للسطو، 5 منها في حضرموت، الأول في حي العمال بالمدينة المكلا نفسها، والثاني في قيل باوزير، والثالث في بريد الحامي في حضرموت أيضا. مدينة السيئون أيضا هي الأخرى، عندما دخلت القاعدة المدينة تعرض مكتب البريد لعملية تكسير وتخريب للمكتب، وأيضا بريد حورة تعرض لعملية نهب، في إب تعرض بريد العدين لعملية أيضا سطو، في عدن هناك اشتباه أن بريد الشيخ عثمان قد يكون نوع عملية يعني سطو، وربما لا يزال قيد التحقيق أو قد يكون الموظف والمتحمل لهذه المسؤولية. هذه الأعمال تقريبا خسرت الهيئة في خلالها قرابة 170 مليون ريال، ما بين خسائر نقدية تم نابها أو عملية إعادة إصلاح المكاتب التي تعرضت للنهب. قضية دخيلة وارتكابها ينذر بخطر قادم بحسب خبراء اقتصاديين، أكدوا أن التقطعات المسلحة وارتكاب هذه الجرائم خلق بيئة مناسبة وأنتج سلوكا إجراميا جديدا في اليمن كأحد نتائجها المدمرة مجتمعيا واقتصاديا، ليستشري هذا السلوك في أوساط المجتمع. على العمل المصرفي، يعني لا أريد أن أقول أن تحد من العمل المصرفي، لكن بالحقيقة ممكن يعني تقضي عليه بالفعل، لأنه حكاية سطو على بنوك وأخذ أموال من البنوك، هذه أموال مودعين، أموال ناس، حتى عملية إحجام من قبل البنوك في حكاية أن تقبل أيضا أموال كثيرة، وأيضا كمان الناس حتى عندما يحس أنه يودع أمواله في البنك ويحس أن أمواله هذه مهددة بالخطر. طبعا هذه أشياء أيضا على مستوى الاستثمار بشكل عام، هذه رسائل سلبية توصل للمستثمر الخارجي، رسائل سلبية توصل للمستثمر المحلي، حتى أنه إذا كانت البنوك مش في مأمن في طريقة عملها، ما تستطيع تمارس عملها بهنية وبكفاءة عالية. ومعروف الآن أن البنوك هي اللي لها دور فاعل في الاقتصاد، فإذا حدينا من نشاط البنوك، إذا أحجم دور البنوك، أنا أعتقد أن الوضع بيكون سيء للغاية، والعواقب لا تحمد عقباها بالفعل. يعني فالنشاط المصرفي يشكل عصب الحياة الاقتصادية في كل بلدان العالم، والبنوك التي تدير أموال المودعين وتعتبر حلقة وصل بين المودعين والمستثمرين، وبالتالي فإن التأثير على الاستثمار والأنشطة التجارية يؤثر على الاقتصاد ككل. الموضوع خطير بالنسبة لسطو البنوك، وأثره كبير جدا على الموضوع الاقتصاد بشكل كامل وعلى القطاع المصرفي بشكل خاص. كما تعلمي أن ملجأ الناس في حفظ أموالهم هي في البنوك، فإذا لم يجدوا الأمان لدى البنوك فهنا هي المشكلة الكبرى التي ستحصل. الآثار السلبية الناتجة عن ارتكاب مثل هذه الجرائم مدمرة للمجتمع، وتتسبب في شل الحياة الاقتصادية والتنموية لأفراده، وتعمل على إنهال الموارد البشرية والاقتصادية، وتعيق حركة الأنشطة الاقتصادية والتجارية التي يصل مدى تأثيرها على حياة المواطن العادي والبسيط. سامي الحجري، اليمن اليوم.